هجيب لكم حلويات بس اقعد يا بيه اقعد يا بيه ما حدش هيدوقها اصلا غير انا عشان انا لسه ما فطرتش انا عندي دايت استنى بس ليش بتجيبوها مني انا عندي دايت انا جاي اسلم عليك يا ربي هاي الحلوى دخلت توا ليش تعمل فيها هيك ليش والله حظك سيء يا فارس الدايت بدا الحلى جاء لما ايدك انت هتحطي في الصحن ده هو مش بديك فراخ ده هي وانت قاعده تعالى نصت جوه عشان مش شايفه اصلا طب ساعتها اقعد طب عشان تشوف اوف كورس 500 كالوريز كل وحده يا عم بقى انا لا لذيذ كله لذيذ بس لا على حرام اصل انا عارف الاحساس ده لا يا استاذ صح انت كمان لا علاش تجيب حلوى يا استاذ حمدي انت اللي خليتني نبدا دايت النهار اللي بعده تمشي تجيب حلوى ليه 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 بالعافيه عليكم يا جماعه بالعافيه بس كل يوم يا جماعه شوي شوي على الحلويات تقلوا شوي والله حلو تقلوا حالكم شوي يا جماعه انت عملت ايه يا استاذ وانا ليسه انت جبت ايه فاروق انا عارف ليه بيسوي كده هو بياكل عنه وعن فادي وعن فارس استاذ حمدي كده اللي فينا اليوم جوري عم تاكل مارشميلو قدامي كده والثاني بيلعب ياكل كوكيز وهيثم يعني مفروض ما عليه هالقول بحد ذاته الكاشي اليوم فاجأنا بخبرية عن جد كتير اللي حصل انه رح يعلن ليلى مين الاثنين بخطر الترتيب العام الترتيب العام يعني ما رح نعرف الاحد بالحلقة حنعرف الترتيب رح نعرف الترتيب اليوم والله يعني اليوم نعرف مين الاول واليوم نعرف مين اخر اثنين كنت في اول مرة مرحلة خطر وثاني مرة تاسع يعني ترتيب الارباح المرة اللي فاتت فما اعرف حد اكون رقم تاسع ثامن خامس والله ما اعرف بس ان شاء الله اتمنى يعني بيكون كل شيء تمام لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما حدا من فريقنا لا ان شاء الله تمشي هسه ما تشيلش هم ان شاء الله وتخرج ونخلص منك اخرى تبغون نتكلم عن برايم احد في خاطره شيء انا ما غنيت انت يكفيك انت متفرج قاعد على الكلب انا بروح اتفرج والكلب الحال صراحه يعني الافكار بسيطه بس الاخراج انا كحسن اتكلم بحب الافكار البسيطه ما احب الكليب اللي فيه دراما صح اللي فيه حاجات كتير ايوه حلو طالع حبيت الفيديو كليب على الاخر على خاطر شوف في روحي معني نشوف في الكاركتير متاعي في غنية في كل شيء دونك حبيته برشا هذه اول خطوه وان شاء الله تكون الخطوه صحيحه انا الصراحه كلكم عجبتوني كلكم نبتدي بزينب ماشي ايه رايك في دنيا انا بحبها اصل الاغنيه دي جدا جدا وانت غنيتيها حلو قوي لا صراحه صراحه ولعت المسرح ولعت المسرح وبتاع وكانت جديده عليكي يعني مش اللي انت بتغنيه ده المطلوب ان انت كل واحد لازم يخرج الحاجه اللي مش موجوده عنده مش اللي هو بيعرف يعمله